الآن نصل إلى الرياضة مع هبة زيدان وخبر وصول الأنصار منتصرا. تفضلي هبة. شكرا منير. إذا يعني اليوم توج نادي الأنصار بلقب كأس لبنان لكرة القدم للمرة 14 بتاريخه بفوزه بالمباراة النهائية على الصفا بنتيجة 1-0. إصابة المباراة الوحيدة أحرزها اللاعب ماتاي بالدقيقة 54. بحب شير إلى أنه هاللقب هو الأول للمدرب سامي الشوم مع الأنصار وهو وعلى رأس جهازه الفني. اوكي، ورح ننتقل مباشرة إلى منطقة طريق جديدة وتحديدا إلى ساحة المفتي الشهيد حسن خالد بالملعب البلدي لنقل وقائع وصول نادي الأنصار من لاعبين وجهاز فني إلى طريق جديدة. ومعنا مباشرة الزميل عباس حسن. عباس مساء الخير. عباس، ايه هبة، نحن هلا باستقبال الرئيس ومن خلفه عم يوصلوا اللاعبين من او وصلوا الى هذه الساحة يلي عم نشوف فيها الالاف اذا بدك من المشجعين والمحبين نادي الانصار. فرح نسمع الاجواء مع استقبال الرئيس، ورح يكون في كلمة كمان للرئيس، وايضا رح نشوف البرنامج كمان في مفقعات وغيرها من الامور. بس اللي بكل اللي بقول لك اياه انه هذه الساحة فعلا متعطشة للفوز، وهذا الشيء صار العالم عم تجي بطريقة عفوية لتحتفل. نعم، فهلا هيدي لحظة وصول وصول الرئيس. عباس، يعني تقريبا قديه في عالم موجودة، قديه في جمهور، العدد قديه تقريبا؟ خلينا نحكي بعد الموسيقى، بعد هالمقطوعة اللي خصصها نادي الأنصار للمناسبة. يلا اوكي. تذكر لما غنينا نادى بنادي، كم كاس رفعنا بإيدينا سمعوا ولادي. تتذكر أولاد الحي؟ ايه طبعاً بتذكر، أخدوا البطولة يا خي، لون البطولة أخضر، ومن فرحتنا دمعنا والملعب غنى معنا. شو ما يصير شو ما صار، أنصار بيبقى أنصار. شباب شباب شباب، يعني شباب شباب شباب، هذا الضغط رح نوقع. عباس، نحن عم نسمعك وإلى جانبك وصل لرئيس نادي الأنصار نبيل بدر، وفي رسالة بده يقولها للحشد يلي موجود بطريق جديدة، وأيضا لكل المشاهدين يلي عم بيتابعونا عبر شاشة تلفزيون المستقبل. نعم، اذا عباس يعني ما عم يسمعني بفتكر بالضجه والعجقه اللي عم بتصير بساحه المفتي الشهيد حسن خالد بطريق جديده، احتفالات اذا بفوز فريق الانصار بلقب كاس لبنان للمره 14 بتاريخه. هبا نعم. هبا اذا بعدك معنا انت. انا معك عباس، عم بسمعك. اوكي يلا يا شباب. يلا بعتذر، بتعرفي الحفل عفوي.
يا شباب كلها كهربا فوق، كلها كهربا. نحن مباشرة على الهواء عبر شاشة تلفزيون المستقبل. شو بيعني لك اليوم الانتصار رقم 14؟ بالبداية أول شيء تعرف أنت بدي أعتذر من الموجودين لأنه ما حنقدر نشوفهم كلهم. هيدا فوزنا بأكد أن الأنصار عاد إلى السكة الصحيحة في طريق الانتصار وفي طريق البطولات والإنجازات. عدنا إن شاء الله بعد غياب طال 5 سنين، هيدا بيعطينا حافز إضافي لحتى نقدم أكثر بالسنين القادمة وإن شاء الله نوصل لمطرح ما وصل الآخرون إن شاء الله إلى بطولة آسيا. يوم رشيد أستاذ نبيل، اليوم بالمعنى شو بيعني لك؟ شو الرسالة اللي بتقولها لجمهور الأنصار أولاً، جمهور طريق الجديدة وجمهور لبناني بالانتشار؟ اليوم هو 7 من أيار، درنا نحن صحيح أنجزنا بطولة كأس لبنان لهالسنة، بس بالمعنى الأبعد نحن حولنا هيدا الانتصار إلى ذكرى تمحو ذكرى 7 من أيار يلي نحن عشناها نحن حولناها من سوداء إلى خضراء، لون السلام والربيع. أيوه نحن قدرنا حافظنا على نادي الأنصار، نادي لكل الوطن، بيجمع الجميع، كل أبناء الوطن على امتداد المساحة تاعيته. لبنان ما بيمشي إلا بهاي الطريقة من الألفة والمحبة والتوالف بين اللبنانيين، لا للفتنة ولا للغدر ولا للقهر ولا لأي شكل آخر. اليوم عاد 7 أيار يوم الانتصار، يوما مجيدا في تاريخ لبنان. شكرا لك. إذا هبة ما بعرف إذا حنقدر نكمل يعني أو حندعس علينا الشباب. نعم عباس، إذا بعدك عم تسمعي أنا عم بسمع هدية أجواء الساحة. نعم عباس يعني عم بسمعك عم بسمعك. سيد نزيه طبارة إذا عم تسمعني تفضل. يا شباب كلها كهربا هون، كلها كهربا هون، بس قربوا لنا شوي لقدام. إبراهيم السعودي، هيدا الكاس هدية إلى جمهور طريق جديدة يلي هو حيث نشأ نادي الأنصار، حيث تربى ناس الأنصار، حيث بدأ نادي الأنصار. بتمنى انه هالنادي يبقى بطريق جديده رمز للمحبه والتآلف بين اللبنانيين، وهيدا الكاس رح يبقى بنادي الانصار بهاي المنطقه الجديده. ابراهيم اذا كاس بطوله كاس لبنان عم يرفعوا رئيس النادي نادي الانصار نبيل بدر بمنطقة طريق جديدة ومساحة المفدي الشهيد حسن خالد بالملعب البلدي، حشد جماهيري كتير كبير يا شباب اعملوا معروف اجا من كل المناطق اللبنانية للاحتفال إذن باللقب الأول من 5 سنين للنادي الأخضر، واللقب الأول للمدرب سامي الشوم مع الأنصار وهو طبعا على رأس جهازه الفني. احتفالات إذن عم بتعم طريق جديدة بهاللحظات، و المفرقعات النارية كمان احتفالا بهاللقب. يعني الجمهور متعطش لهالفوز ومتعطش لهاللقب، لقب يعني اذا فينا نقول من سنة 2012 هذا اللقب غالي على نادي الأنصار وعلى جمهور نادي الأنصار، وهيك كمان بيكون برد اذا فينا نقول خيبه امال الجمهور النادي الاخضر يلي ما حققوا نتائج مهمه وجيده بالدوري اللبناني بالموسم الحالي. هيدا اللقب اجى، هيدا الكاس اجى ليرجع يعني يبسطهم ويحطهم على السكه الصحيحه للجماهير وايضا للاعبين. والنادي الاخضر اذا حيلعب ايضا بكاس الاتحاد الاسيوي لكره القدم. إذا مشاهدينا كنا معكم مباشرة من منطقة الطريق الجديدة ومن ساحة الملعب البلدي، حيث وصل نادي الأخضر نادي الأنصار لاعبين وجهاز فني، وكان في جمهور كتير كبير بقلب المنطقة ناطرينه، وهلا الاحتفالات بعدها متواصلة.
مبروك للنادي الأخضر، مبروك لجمهور النادي الأخضر، وعودة لعند منير ورشا. شكرا.